السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لإخواني الكرام، أقول لكم عظم الله أجركم فيما جرى للجزائر بتمرير دستور بطريقة غير أخلاقية للأسف الشديد. هذا خطأنا وخطأنا فعلا. التوعية غير موجودة، وإن كانت فهي ضعيفة جدا. إذن على كل حال، أنا معكم مع أحد النقال للأخضر بنكولا، الذي قال فيه كيف حرفت فرنسا، يعني تكلم عن تحريف فرنسا لتاريخ شمال أفريقيا بوصف العرب كغزاة ومحتلين، وهذا باش ترسخ الشرعية نتاع استعمارها لأراضينا الجزائرية. ولقد تعمدت هذه المدرسة الكولونيالية بوصف العرب كمستعمرين، دائما تصفهم بالمستعمرين. استقروا في شمال أفريقيا بعد طرد الاحتلال الروماني. إذن أكمل المقال. البنت الصغيرة دخلت وهي تبكي، قلت الاحتلال الروماني لم يذكر في مدرسته الاستعمارية الوجود الفينيقي والحضارة الفينيقية إلا بصفة سطحية، وهذا لترسيخ شرعية استعمارها في المغرب بتعيين نفسها الوريث لروما، وتؤكد باحثة ديانا ديفيس بقولها في الصفحة 64، هذا المقال موجود أسفله، بأن فرنسا هي وريثة روما، هي الوريثة الأولى، يعني لا وريثة بعدها في المغرب العربي. كان الشبان الفرنسيون موظفون في مصالح الأهالي يتعلمون من طرف جان كولان وصديق الباحث. لقد أصبح من واجب فرنسا إحياء الوجود الروماني في شمال أفريقيا. فرنسا كانت تعتبر شمال أفريقيا ملكا لها، ولا زالت لحد الساعة تعتبر فرنسا شمال أفريقيا ملكا لها، ولن تتركه إلى يوم القيامة، لأنها اقتنعت أو أقنعت نفسها بأنها هي وريثة روما. ومن هنا نلاحظ أن تجاهل الحضارة الفينيقية وإخفاء العنصر الكنعاني العربي كان من أولويات المدرسة الكولونيالية، لأن وجوده ثابت موجود منذ الأزل، منذ آلاف السنين في المغرب العربي وقبل الاحتلال الروماني. وبتقزيم الوجود الكنعاني في المغرب تتم عملية تلصيق صفة المحتل للعنصر العربي الذي طرد روما، ويقطع المغرب العربي من جذوره الشرقية الكنعانية. ومن هنا أصبح بإمكان فرنسا الاستعمارية الكولونيالية أن ترسخ شرعية استعمارها للمغرب العربي بتعيين نفسها هي الوريثة الوحيدة لروما. إذن أتمنى لو تستطيعون قراءة الكلمات وتستمعوا للمقال وتردون على هذا المقال. أتمنى يكون هناك تفاعل. إن مانيش نلوح في المقالات نتاعي هكا كاعتباط، ولكن هذا درس لكم. نتمنى ان شاء الله كل واحد يتمعن فيه مليح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.